أقسم لكم بالله وأنا على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أمما كثيرة تتكالب على هذه البلاد ولا يهدأ لهم بال ويرتاح لهم ضمير حتى يروا الدماء ويروا التفجيرات ويروا الخروج ويروا النهب ويروا هتك الأعراض، يرتاحوا ويجلسون على أرائكهم مرتاحين، لكن ربك بالمرصاد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين لنعمه حتى لا تضيع منا ولا تفلت. فنسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يحفظها. ومن كان من عيب في هذه البلاد أو سوء تسيير أو ظلم أو جور، نسأل الله أن يصلح الأمور. يكون من الأخر من الأخر، المواجهة لا تأتي بشيء، خلاص شوية المواجهة لا تأتي بشيء. والذين يطبلون ويزمرون من وراء البحر ماذا يريدون؟ يحبوا يخرج العسكر، يخرج الشعب، المواجهة، الدماء، السجون، القتل، بعد النتيجة هات. وأنا في استعداد تام لمواجهة أي شخص يريد أن يحاورني في هذا الموضوع. قول شيات، قول خدام الدولة، قول إمام تاع الدراهم، قول ما شئت، ولكن أنا على يقين فيما أقول، على يقين جازم فيما أقول. النتيجة هيا نجمع الشباب ونقولوا مندير ومن بعد النتيجة. دار لقمان على حالها، المستعجلون اللي ما يحبوش يخدموا الدعوة وما يحبوش يربيوا البنات على الحجاب ويربيوا نساهم على العفة والتدين، اللي ما يحبوش يخرجوا أجيال القرآن والسنة العاجلة، يستعجلون الأمر. وكيفاش نديروا؟ لازم نديروا. وش تدير أنت؟ وش تدير 23 سنة دعوة باش جات أمة، وخمسة وستين سنة مضاير بالكعبة ما تحطم حتى واحد، لأن ربي يقولوا ما تحطمش. إنهم أعداؤكم يتربصون بكم. يا أمتنا عودوا إلى رشدكم، الله يحفظكم، وعندكم في دينكم ما يغنيكم، ما تسحقهمش، لا تحتاجونهم في التربية، في الأخلاق، في الأداب، في المعاملة، في دينكم ما يغنيكم عن الكفار. والله نسأل أن يعصمنا وإياكم من كيد هؤلاء ومن فجورهم وغدرهم وخزيهم عياذا بالله منهم. علماء جمعية علماء المسلمين الله يرحمهم برحمته الواسعة، عبد الحميد بن بديس والعقبي والبشير الإبراهيمي والعربي التبسي ومبارك الميري، احنا نتكلم عن الرموز لأن الجمعية فيها علماء كثيرون البارزون من هؤلاء. دعوتهم كانت منصبة على ماذا؟ تعليم القرآن، تعليم اللغة العربية، تثبيت الهوية. من قال عن أصله أو قال مات فقد كذب. أبداً، نهار بلغت الفرنسيس بالغميات سنانا قالوا قضينا على الإسلام، من وراها تأسس جمعية علماء المسلمين، سبحان الله العلي العظيم. ولها فضل، هذه العلماء، هذه المشايخ لهم فضل على هذه الأمة في هذا النصر الذي من الله به علينا سبحانه تبارك وتعالى. مدارس، كتاتيب، زوايا، الحرب قائمة، الرصاص، الطائرات، المدافع، والقرآن يحفظ في المداشر، في القرى، في المساجد. القرآن يحفظ بالطريقة التقليدية القديمة، الطالب صغير يكتب القرآن على اللوحة والمداد. وأنت الآن ما كان لا مدفع لا شعر، ما كان حتى طائرة، أنت لا تقرأ القرآن ولا تحفظه، من الأخر نجيك من الأخر. أنت مولوع بأشياء أخرى. ناس كانت تقرأ القرآن تكتبه، الطائرة تضرب بالقنابل ويكتب على سيده، على شيخه يكتب عليه، وانت الآن لا طائرة لا نبال، انت لا تقرأ القرآن ولا تحفظه. وإذا أردت الامتحان بعد الجمعة امتحنك كم تحفظ من القرآن؟
تضحك هذيك الضحكة السافلة هذيك تقول ها ها شيخ رفيد الله يرحمه القرآن الكريم أنا ماني الشيخ. تزيد تضحك يعني القلب بارد، القلب بارد، لا شيء من القرآن في قلبك كاش. ونزيدك ما عندكش الوقت حتى تجلس لتحفظ صورة صورتين ثلاثة أربعة خمس صورة ست صور حزب من القرآن، أقل شيء تصلي به صلواتك والنوافل متاعك. وكانت تعقد مجالس العلم في وقت الاستدمار الصليبي، تعقد مجالس العلم في المساجد وفي الزوايا وفي الكتاتيب وفي النوادي، هاو نادي الترقي، الناس اللي تكون في ساحة الشهداء كي تجي طالع الكتشاوة على يسارك كاين نادي الترقي. نادي الترقي كان شيخ بن باديس يشرح فيه الموطأ ويفسر فيه القرآن الكريم بحضور جمع غفير من الناس. انت ما عندكش الوقت الآن باش تشوف القرآن والسنة والحديث والتعلم. اللهم نبهنا من غفلتنا وأدم علينا هذه النعمة. اللهم إنا نستودعك الجزائر، نستودعك دينها وأهلها، سماءها وأرضها، أمنها واستقرارها، من أراد بها خيرا اللهم احفظه وسلمه ووفقه يا رب العالمين، ومن أراد سوءا بأهلها بدينها بأمنها واستقرارها اللهم أرنا فيه يوما يا رب كيوم عاد وثمود. اللهم ارحمنا بواسع رحمتك، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، اللهم سدد خطانا وثبت أقدامنا واختم بالصالحات أعمالنا، ووفقنا ربنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لنا إخوان مرضى، اللهم إنا نسألك أن تشفيهم يا رب العالمين، وأن تنزل عليهم الدواء، وأن ترفع عنهم الداء. عندنا خاوتنا مغبونين ومكروبين ومحزونين ومهمومين، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، اللهم نفس عليهم، اللهم يا ربي أبدلهم بساعة العسر يسرى يا رب العالمين. عندنا ناس من إخواننا لهم حاجات يسألون الله إياها، اللهم اقضي حاجتهم يا رب العالمين، اللهم اقضي حاجتهم يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك احفظ هذه الأدعية، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، ونسألك خاتمة حسنة، ونسألك ثباتا على هذا الدين، نسألك أن تطيل أعمارنا في طاعتك ومرضاتك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين.